المصري اليوم صفحة أولى، وزير الإعلام يعترف للبابا: أخطأنا في تغطية أحداث ماسبيرو ونعتذر. يعني الاعتذار والاعتراف بالحق فضيلة دائما، إنما الأهم من الاعتراف بالخطأ هو تصحيحه. نعم. وأنا تقديري يعني وأنا موجود في صحبة التلفزيون المصري، هو الحقيقة إن التلفزيون محتاج، زي ما بنقول إن الشرطة محتاجة تتدرب على احترام حقوق الإنسان لأنها 30 سنة ما بتحترمش حقوق الإنسان، التلفزيون محتاج إعادة برمجة علشان الناس تتعود إنه يا جماعة في حرية، والناس تصدق إنه في ثورة قامت، والمذيع وهو على الهواء يبقى مصدق ومقتنع إنه في ثورة وإنه في حرية وإن مفيش سقف وإنه يقدر يغطي بموضوعية وبمهنية. هو وزير الإعلام كان طلع في كذا مكان أو في مجال صحفي وقال إنه الخطأ خطأ فني، يعني ما كانش مقصود بشكل أو بآخر إن إحنا يعني خطأ فني، إن هو فضل على الشاشة إنه الأقباط هم يعني اللي بيضربوا الجيش، ومش يعني خطأ هو الحقيقه كده. الحقيقه المنظور في الاعلام الخطا خطا، لانه زي الاعلام زي الرصاصه. نعم. الخطا نعم. حصلت الرساله، وصلت نعم. رساله خطا انطلقت ووصلت وحصل نعم. تاثيرها تمام. زي الرصاصه، فبيبقى يعني مساله هويه الخطا تمام، مش حاجه مهمه قوي بقدر انه حصل خطا. وعظيم على فكره، وعظيم على فكره ان احنا يعني في اوقات سابقه ما كانش في حد بيعتذر. طبعا لا، ده ما كانش في حد دلوقتي يعترف بقى في خطأ. حاجه طبعا تقدم ان احنا بنعتذر، الثورة يعني بتتقدم، دي حقيقة. مش متكبرين في ان احنا نقول، زمان كنا متكبرين بشكل غير هو طبيعي هو في شوف، هو كل دلوقتي المجالات لا تقريبا. يستطيع التكبر لأنه في قوة أكبر منه، في قوة نعم. الشارع وفي قوة عظيم. الشعب. الأهرام صفحة أولى: بدء تنفيذ صفقة تبادل شليط والأسرة اليوم. حدث تاريخي ويوم نعم تاريخي في نعم تاريخ الدبلوماسية المصرية والمؤسسة العسكرية المصرية، إنجاز كبير فعلا يعني. وأتصور إنه مصر هتظل يمكن من بعد الثورة، مصر النهاردة في بؤرة الاهتمام الإعلامي العالمي نعم تقريبا ما يعادل أيام الثورة عظيم. بفضل هذه الصفقة. أنا عارف إن هو هيحصل احتفال كبير جدا بالجزء الخاص بالصفقة، لأنه الصفقة هي هتبقى على مرحلتين. المرحلة الأولى هتبقى دلوقتي أو النهاردة، ابتدت الصبح، بالظبط. والجزء الثاني بعد يمكن كام يوم، أو مش عارف المعلومة بالظبط. الصفقة الثانية يعني الجزء الثاني هتيجي إمتى، ولكن في احتفاليات من الطرفين على فكرة، يعني في الجرايد طبعا مكتوب إن هو في احتفال لا، بالطرفين. الإسرائيليين هيحتفلوا ونتمنى للشعب الفلسطيني إنه يشم نفسه يا رب. إن شاء الله الربيع العربي هيصل يا رب فلسطين يعني إن شاء الله. أستاذ أشرف البربري، رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا 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 جزيلا يا فندم. مشاهدينا، نهارك سعيد. إحنا دايما عمالين نقول بأن كذا يوم بأن إحنا مبسوطين جدا، ويا رب تكونوا مبسوطين إن إحنا كل فقراتنا ممكن حضراتكم تتابعوها على اليوتيوب وعلى تويتر وعلى الفيسبوك. كل الفقرات من أول اليوم لغاية آخره حضراتكم ممكن ترجعوا لأي فقرة خاصة أو ضيف حضراتكم عايزين تعرفوا اللي حصل أو اللي اتقال. نهارك سعيد at twitter.com، نهارك NAHARAK سعيد SA3 English EED، ونفس السبيلنج برضو بتاع www.youtube.com يوزر نهارك سعيد، وعلى الفيسبوك نهارك سعيد نفس السبيلنج. اتمنى يكون طلع على الشاشه، ولو ما طلعش هتلاقوه برضو في وسط اليوم هيطلع. هنروح لتقرير خاص بأشقائنا السوريين في مظاهرة الجالية السورية، وقفة احتجاجية نظمتها الجالية السورية بالقاهرة أمام مقر أمانة جامعة الدول العربية للتعبير عن اعتراضهم على موقف الجامعة تجاه ما يحدث للشعب السوري. نروح نشوف التقرير قال إيه بالظبط.